سؤال آخر، في معاملات بيع الذهب القديم وشراء آخر جديد، هل يكتفى بفصل المعاملتين بعقدين، يعني فاتورتين منفصلتين بعضهما عن بعض، أم يلزم قبض الثمن بالفعل ويستلمه البائع في يده، وما الحكمة في هذا؟ الجواب، إذا انفصلت المعاملتان وأصبحنا أمام فاتورتين منفصلتين، يباع الذهب القديم بالمال وتستلم فاتورة أو صك أو إيصال يمثل قيمة هذا المبلغ، إن تسلمك لهذه الفاتورة أو لهذا الإيصال كأنك تسلمت المبلغ، اشتري به بعد هذا ما شئت من ذهب جديد، لا بأس بهذا، لأن القبض مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف، فيكفي تسلم فاتورة أو صك أو إيصال أو شيك يفيد تملك المبلغ الذي بيع به الذهب القديم. إذا تسلمت هذا اشتري الذهب يعني الجديد بموجب هذه الفاتورة أو هذا الشيك أو هذا الإيصال. وهذا هو الذي يتم بالفعل في بعض الدول الخليجية التي يعني تجري في أنظمتها المصرفية على وفاق الشرع المطهر. إذا أردت أن تحول مبلغ من المال إلى بلد آخر، يتم الصرف يعني أمام شباك معين، أمام موظف معين، تعطيه مثلا يعني المال بالريال، تقول أنا أريد أن أرسل هذا المبلغ بالدولار إلى السودان مثلا، طيب يصرف لك هذا المبلغ بالدولار ويعطيك صكا يمثل قيمة الصرف، أعطيته 3750 ريال، أعطاك صك بألف دولار، فأنت معك هذا الصك. تذهب إلى شباك آخر في نفس المكان تقدم له هذا لكي يقوم بتحويله إلى البلد، إلى السودان أو إلى غيرها من البلاد، يبقى تم الصرف والتقابض في نفس اللحظة في نفس المكان، ثم بهذا يتم تحويل هذا المبلغ، فتسلمك لهذا الإيصال أو لهذه الفاتورة التي تم التحويل بها كأنك تسلمت المبلغ في يدك، تذهب به إلى الشباك الآخر يتم التحويل، صورة مقبولة، ما في مشكلة في هذا بإذن الله، القبض مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف.